يستمر الوضع الإنساني بالتدهور نتيجة الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع، حيث تشهد البلاد ازديادا متسارعا في عدد الوفيات والمصابين بوباء الكوليرا. منظمة الصحة العالمية أعلنت في آخر بياناتها المقتضبة ارتفاع عدد وفيات الكوليرا إلى أكثر من 1700 حالة، في وقت بلغت فيه حالات الاشتباه أكثر من 297 ألف حالة توزعت على 22 محافظة. وترجع المنظمات الأممية سرعة انتشار المرض وارتفاع أعداد الوفيات والمصابين إلى تدهور منظومة الصحة والمياه والصرف الصحي نتيجة حرب الميليشيا، وهو ما انعكس سلبا على حياة المواطنين الذين باتوا يعانون صعوبة في الحصول على مياه شرب صالحة أو صرف صحي سليم. ففي الوقت الذي تعلن فيه وزارة الصحة عن تحركات لمواجهة ما يهدد حياة آلاف المواطنين، تفشل في معالجة مسببات الأوبئة وتتعثر في إنعاش المنظومة الصحية، خاصة في المحافظات التي دمرتها الحرب وتركت خلفها أطلالا من الخيبة واليأس. هذا العجز الرسمي في مواجهة الواقع المر ومعالجته دعا السلطات والأهالي معا إلى مطالبة الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية بزيادة مساعداتها الطبية، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد المصابين ونقص الأدوية اللازمة لمكافحة الوباء.